السلام عليكم. لابد وأنكم قد سمعتم من قبل برجل يدعى الخضر، وتعجبتم لأن الناس يقدسونه ويتحدثون عن كرامته المبهرة. وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم عندما روى لنا قصته مع موسى عليه السلام. ولكن كيف فجأ الخضر موسى بعلمه وكراماته العجيبة؟ ولما يسمونه بالخضر أصلا؟ وهل هو حي إلى اليوم حقا؟ في هذا المقطع جمعنا لكم تفاصيل غريبة عن قصة الخضر وموسى عليه السلام، ستسمعها لأول مرة مع الدليل من القرآن والسنة، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. سنروي لكم قصة سيدنا موسى مع الخضر، وبعدها نجيبكم إن كان الخضر حيا إلى اليوم فعلا أم لا. في أحد الأيام قام موسى عليه السلام ليخطب في بني قومه ويعظهم، فألقى عليهم مما علمه الله تعالى خطبة مذهلة مؤثرة أدهشت قومه كلهم وأعجبت الناس كثيرا. فقام رجل من قوم موسى إليه وقال له: يا نبي الله، هل يوجد على وجه الأرض رجل أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فعاتبه الله تعالى لأنه لم يرجع الفضل لله في علمه. فأوحى الله تعالى إلى موسى وقال له: يا موسى، وما يدريك أين يضع الله علمه؟ إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فسأل موسى ربه عن طريقة الوصول إليه، فأمره الله تعالى بالخروج وأن يأخذ معه حوتا، أي سمكة كبيرة، وفي المكان الذي يهرب الحوت منه فيه يكون ذلك الرجل هناك. فانطلق موسى عليه السلام هو وفتاه يوشع يمشيان حتى أتيا صخرة، فقرر موسى أن يرتاح في ظل هذه الصخرة. فرقد موسى عليه السلام واستسلم للنوم، وبينما هم كذلك أصابت السمكة قليلا من ماء البحر، فأحياه الله تعالى وقفزت في البحر وذهبت بعيدا. وبعد قليل استيقظ موسى عليه السلام وتابع طريقه مع فتاه، وقد نسي يوشع أن يخبره بما حصل، فأصابهما التعب من مشقة المسير. فقال موسى لفتاه: اذهب فأحضر لنا غداءنا. فتذكر يوشع ما حدث للحوت، فقال له: يا نبي الله، أرأيت عندما نمنا في ظل الصخرة؟ فإن الحوت قد تسلل إلى البحر هناك، وإن الشيطان قد أنساني أن أخبرك بذلك. هنا فرح موسى عليه السلام فرحا كبيرا وقال: هذا ما كنت أنتظره. فعاد إلى مكان الصخرة فوجد عندها رجلا مستلقيا على الأرض وقد غطى نفسه بثوبه. فألقى موسى على الخضر السلام، فرد عليه الخضر: وأن بأرضك السلام، أي من أين يأتي السلام في هذه الأرض؟ فقال موسى: أنا موسى. فقال الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. هل يمكنني أن أتبعك في طريقك وتعلمني مما علمك الله إياه؟ فرد عليه الخضر: قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ إنك لن تستطيع أن تصبر معي. يا موسى، إني على علم من الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله لا أعلمه أنا. فرد عليه موسى عليه السلام: قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فوافق الخضر على اصطحاب سيدنا موسى، واشترط عليه ألا يسأله عن أي شيء يراه حتى نهاية الرحلة. وانطلق موسى عليه السلام والخضر يمشيان على ساحل البحر، فمرت أمامهما سفينة، فطلبوا من السفينة أن تحملهما معها في الطريق. فعرف أهل السفينة الخضر ولم يعرفوا موسى، فحملوهما بلا ثمن ومن دون مقابل. ولما وصلت السفينة إلى المرسى وتوقفت، ذهب الخضر إلى لوح من الألواح الخشبية في أرض السفينة، فكسره واقتلعه من داخلها ثم رماه في البحر. أزعج هذا التصرف سيدنا موسى عليه السلام بشكل كبير، وقال في نفسه: إن هؤلاء الناس قد أكرمونا وحملونا معهم دون مقابل، فكيف يكسر أرض سفينتهم ويفسدها؟ فلم يتحمل الصمت، فقال للخضر وقد أخذه الغضب على الحق: قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فنظر إليه الخضر بغضب وقال له: قال: ألم أقل إن
إنك لن تستطيع معي صبرا. فتذكر موسى ما وعد الخضر به واعتذر وقال: لا تؤاخذني بما نسيت واغفر لي ذلك. فانطلقا وتابعا المسير حتى وصلا عند غلام كان يلعب مع أصدقائه من الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فذعر موسى عندها ذعرا شديدا وتملكه الخوف والرهبة. قال تعالى: قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فقال له موسى عليه السلام: كيف تقتل هذه النفس البريئة؟ لقد فعلت جرما عظيما. فرد عليه الخضر: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. أي لقد نبهتك يا موسى منذ البداية أنك لن تصبر على ما سترى. فاستاء موسى عليه السلام لما فعل وقال للخضر: أرجوك أعذرني وسامحني، فقد نسيت، وإن سألتك عن شيء من الآن فصاعدا فاتركني ولا تصاحبني أبدا. فوافق الخضر على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة، أي صدمة. فانطلقا في رحلتهما حتى وصلا إلى قرية يتصف أهلها باللؤم والبخل ولا يعطون الضيف حقه، وكان الطعام قد نفذ منهما، فداروا على أهل القرية يطلبون منهم الطعام والشراب، فأبوا ورفضوا إطعامهم. وبينما هم خارجون من القرية جائعين وجدوا في الطريق جدارا مائلا على وشك أن يتهدم ويقع، فما كان من الخضر إلا أن أحضر طينا ولبنا وقضى الليل كله في بناء هذا الجدار وترميمه حتى عاد قويا متماسكا. فاندهش موسى عليه السلام مما رأى، وأزعجه ما فعل الخضر من خير مع أناس لا يستحقونه وهم الذين رفضوا إطعامهم وإشرابهم. فقال موسى عليه السلام للخضر: إننا قد قصدنا هؤلاء القوم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، وأنت تبني لهم هذا الجدار دون مقابل، وباستطاعتك أن تطلب منهم أجرا مقابل ذلك وهو حق لك، فلما لم تفعل ذلك؟ قال تعالى: فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هنا ضاق الخضر ذرعا بموسى بعد أن وعده أن يصبر معه 3 مرات ولم يستطع، فقال له: قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أي يا موسى، إنك لم تستطع الصبر ويجب عليك أن تفارقني، ولكن قبل أن نفترق سأخبرك بتفسير الأفعال الغريبة التي رأيتني أفعلها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أي أن أصحاب السفينة كانوا أناسا كريمين طيبين، فأردت أن أرد لهم الجميل، فقد كان هنالك ملك ظالم يأخذ كل سفينة تعجبه ويترك كل سفينة فيها عيب فلا يأخذها، فخرقت سفينتهم حتى لا يتسلط عليهم ذلك الملك ويأخذ سفينتهم عنوة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الطفل الذي اقتلعت رأسه فقد أعلمني الله أنه سيكبر ليصبح رجلا كافرا متجبرا، وأنه سيتعس أهله ويجلب لهم المصائب، وذلك بسبب كفره وطغيانه، وإن الله أعلمني أنه سيرزقهما بطفل صالح يسعدهما، فقتلته رحمة بأبويه. وأما الجدار الذي بنيته في القرية فقد أعلمني الله أنه لطفلين يتيمين، وأن والدهما كان رجلا صالحا وقد خبأ لهما كنزا تحت هذا الجدار، فخفت أن يقع الجدار فينكشف الكنز الذي تحته فيأخذه أهل القرية الشحيحون ويحرمونهم منه،
فرممته وبنيته لكي يبقى للطفلين اليتيمين عندما يكبران. فهذا تفسير الأفعال الذي لم تستطع الصبر على مشاهدتها. والخضر سمي بهذا الاسم لأنه كما ورد في الحديث الصحيح أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. والفروة هي الأرض اليابسة، حيث جلس الخضر عليه السلام مرة من المرات على أرض يابسة بيضاء ليس فيها نبات، فإذا هي تهتز تحته بقدرة الله تعالى خضراء، كرامة من الله للخضر عليه السلام. فمن هذا الحدث سمي الخضر خضرا. وقد انتشر بين بعض الناس اعتقاد أن الخضر لا زال حيا إلى الآن كرامة من الله تعالى لها، والحقيقة في ذلك أنه قد اتفق معظم العلماء في أنه ميت، وأن ذلك غير صحيح، ولكن كثرت الروايات في بعض الكتب بلا دليل أنه حي، ولكن معظم الروايات لا يؤخذ بها لضعف سندها، والغالب أنه توفي حاله كحال بقية البشر. نرجو أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب، دعم الله ومشاركته مع من تحب، ودمتم بحفظ الله ورعايته.